وجوب التعجب أحد الأساليب التي يلجأ إليها المتكلم إذا شاهد شيئا سره أو غمه أو بعث فيه شيئا مما يسمى التعجب. فالتعجب إذن أسلوب كلامي يلجأ إليه الإنسان عندما يمر بشيء مختلفا عما ألفه، وهو على قسمين: سماعي وقياسي. السماعي مما سجله العرب على بعض كلمات لا تخص الصيغة القياسية، مثل لله ذره، ومثل ما نقول مثلا أحيانا سبحان الله، وأمور أخرى سجلت على أنها تحسب على ماذا؟ تحسب على التعجب السماعي. أما القياسي فله صيغتان، وهي صيغة ما أفعله وصيغة أفعل به. كلتا الصيغتين تحمل أسلوبا لا يمكن التجاوز عليه، أي لا بد أن يأتي الفعل على هذه الصيغة، ما أفعله وأفعل به، يعني ما أكرمه وأكرم به. وهاتان الصيغتان هما اللتان تنظر تحتهما أفعال لا بد لها أن تكون على شروط سبعة، وهي كونها ثلاثية، وكونها متصرفة وتامة ومثبتة، وأن يكون معناها قابلا للتفاوت، وصفتها على وزن أفعل، وأن تكون مبنية للمعلوم أي غير مبنية للمجهول. طيب الآن، فإذا جاء فعل خالف هذه الضوابط والشروط، إذا خالف هذه الضوابط والشروط ماذا نصنع بعدها؟ إذا جاء فعل مخالف لهذه الضوابط، مثلا أن يكون الفعل رباعيا كما تقول مثلا تعلم، تعلم فعل رباعي، أو سافر فعل رباعي. الآن إذا كان الفعل رباعيا أو كان الفعل مثلا غير قابل للتفاوت، الفعل ماتن ثلاثي ولكنه غير قابل للتفاوت، وكذلك الفعل مرض أيضا غير قابل للتفاوت. ما معنى غير قابل للتفاوت؟ أي لا تقول أن فلان مات بطريقة يتعجب منها عن طريقة فلان، فلا يقال ما أموته ولا يقال ما أمرضه. هاتان الصيغتان أو هذان الفعلان وهما من الأفعال التي لا يتعجب منها، فإن جاء في كلامهم مثل هذه الأفعال وأرادوا أن يتعجبوا منه، كيف يتم التعجب؟ نلجأ إلى الأسلوب الآتي. أولا، نأتي إلى الفعل، ماذا نصنع معه؟ نستخرج منه المصدر، فنقول في الفعل تعلم، ما مصدره؟ ها؟ تعلم، 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 تعلم. ثم نأتي لكلمة أشد أو ما يشابهها، أشد أو ما يشابهها، فنقول ما، نضع ما، ثم نأتي بأشد، ثم نأتي بماذا؟ بالمصدر، ما أشد تعلم زيد، ما أشد تعلم زيد، فيكون المفعول به هنا هو ماذا؟ المصدر المضاف إلى من يتعجب منه، ما أشد تعلم زيد، ما أشد تعلم زيد. وكذلك عندما تقول يعني في فعل آخر لا يحمل هذه الصفات، في عور وحول، هذا الفعل لا يتعجب منه، لماذا؟ لأنه نعم على العين،
لأنه غير قابل للتفاوت، أيضا غير قابل للتفاوت. كذلك تأتي بكلمة ماذا أشد، وتأتي بالمصدر عور عور وحول، ما أشد عورار زيد. نعم. فإذا هذا، وكذلك إذا جاءنا فعل، إذا جاءنا فعل مثلا هذا في بعض الأحوال يمكن أن تأتي بأشد وما بعدها، في بعض الأحوال لا يمكن أن تأتي بذلك، مثلا فعل عسى وكان فإنه لا يتعجب منهما، لا يقال ما أكون زيدا أو ما أشد كون زيدا. هنا حتى تعرف أنه لماذا افترقت هذه الأفعال كان أخواتها عن باقي الأفعال، في هذا الميزان يفرق العرب بين هذه الأفعال وسواها من الأفعال، هذا أيضا أحد الموازين التي يفرقون فيها بين الأفعال الناقصة والأفعال التامة. زين، إذن هذا يعني الطريقة التي يتعجب منها. سأما كلمة أشد أو مثلا أحب أو سواها من الكلمات التي يمكن أن يقع بها، مثلا الآن عندنا سافرة، ماذا تقول في سافرة؟ ما أسرع، هكذا ما أسرع سفر، سافر ما مصدرها؟ سفر. ما أسرع سفر زيد، ما أسرع سفر زيد. نعم. إذن هذه الصورة التي يتعجب منها في الأفعال غير الثلاثية وغير القابلة للتفاوت. طيب، قلنا أن الإعراب على ما أعربنا ما نكرة تامة، وبعضهم أعربها نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، ما أكرم زيدا، قال هاي ما موصوفة، أي شيء أكرم زيدا عظيم. لاحظوا، قلنا في الأولى نكرة تامة بمعنى شيء لا وصف لها، وهنا قلنا شيء أكرم زيدا عظيم. وذهب الأخفش إلى أن ما هنا ماذا؟ موصولة، موصولة يعني الذي أكرم زيدا شيء عظيم. وبعضهم ذهب إلى أن ما شنو؟ استفهامية، استفهامية. ويروى في هذا الباب تأريخ التعجب ومعرفة التعجب أن هكذا يروى أن أبا الأسود الدؤلي، تعرفونه، متوفى سنة 61، كان رجلا ملازما للإمام علي سلام الله عليه. قيل أن ابنته كانت نائمة معه على السطح، فقالت، لاحظوا، قالت ما أجمل، ما أجمل السماء، فأجابها نجومها، ما أجمل السماء، فقالت لها نجومها، قالت أنا أريد أن أتعجب، قال لها فقولي ما أجمل السماء. هنا ما أجمل السماء، هنا ما أجمل السماء، وكلتاهما صحيحتان لمن قصد في الأولى الاستفهام وقصد في الثانية التعجب. فإذا هذه إعرابات أربعة لهذه ما وما بعدها. طيب أستاذ، نعم أستاذ، القياس كان موجود في القرآن؟ طبعا موجود في القرآن، صيغة ماذا؟ صيغة أفعل، بقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. هنا يأتي سؤال يختص بالعقيدة، هل الله عز وجل يتعجب؟ يعني مثل هل الله يغضب؟ هل الله يرضى؟ لاحظوا، هو يغضب ويرضى، لكن غضبه ليس كغضبنا،
ورضاه ليس كرضانا. هذا ما ماخذين في باب التوحيد؟ باب التوحيد. أنا وأنتم نغضب لأي شيء، لطارئ يمر علينا، لعرض يمر علينا نغضب، ولعرض يمر آخر علينا نرضى، ولغرض يمر علينا نتعجب. نحن محل المن يسمونه محل للأعراض، لأننا بشر، ممكن الوجود، ممكن الوجود، ممكن يصير ماذا؟ محل للأعراض. أما الله عز وجل فهل يمكن أن يكون محلان؟ لماذا؟ لأنه إذا أصبح محلان أصبح ماذا؟ ها؟ أصبح محدودا أحسنتي، والمحدود ناقص، والناقص لا يصلح للألوهية. فإذا عندما نقول يرضى دلالة على عذابه وسخطه، وعندما نقول يرضى دلالة على الله، وعندما يقول يتعجب الله لا يتعجب، أسمع بهم وأبصر، يعني لو رآهم الناظر لقال ماذا؟ أسمع بهم وأبصر. لو رآهم الناظر لقال أسمع بهم وأبصر، لأن الله عز وجل لا يتعجب. المتعجب هو الذي يغيب عنه الشيء ثم يفاجئه بشيء آخر. والله عز وجل هل يغيب عنه شيء؟ يعني مثل واحد ينظر الآن، مثل واحد ينظر الآن إلى هذه، إلى هذه المنضدة من أولها إلى آخرها، لا يقال له أنه ماض أو هنا حال وهنا مستقبل. لماذا؟ لأن الزمان واحد، وأحوالنا جميعا وأحوال الكون وأحوال المخلوقات كلها واحدة أمام الله عز وجل، فلا يتعجب منها. قالوا إن فعل التعجب قاصر. ما معنى قاصر؟ نحن في مثلا أكل زيد الطعام، هنا فعل وفاعل ومفعول، هذه الرتب ممكن أن تتغير. تقول زيد أكل الطعام، وتقول الطعام أكله أو أكل زيد. هذا لماذا؟ لأن الفعل أكل تام، يمكنك أن تتصرف به كيفما تشاء. أما في فعل التعجب ما زينب؟ لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب على ماذا؟ على الفعل. فلا تقول زيدا ما أكرمه، زيدا ما أكرمه، هذه صيغة باطلة لا يمكن أن نصل إليها في معرفة كلام العرب. لماذا؟ لأن فعل التعجب قاصر عن أن يكون له هذه الحرية. نعم. كذلك لا نستطيع القول ما زيدا أكرم. كذلك أيضا لا نستطيع. وكذلك لا يجب الفصل ما بين فعل التعجب ومعموله إلا ما ورد شذوذا، إلا ما ورد شذوذا. أين موارد الشذوذ؟ هنالك موارد ورد فيها فعل التعجب، وقد فصل بين فعل التعجب وماذا؟ ومعموله في صيغة أفعل به. في صيغة أفعل به سجل النحاة بعض ذلك، ومنها قول أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم مر على مصرع عمار بن ياسر. عمار بن ياسر كنيته أبو اليقظان، فقال أعزز علي أبا اليقظان، أن أراك صريعا مجدلا. أعزز علي أبا اليقظان أن أراك، لاحظ علي. هنا نأتي إلى الفواصل التي يفصل بها بين فعل التعجب ومعموله. أولا الجار شنو؟ والمجرور. تقول
نعم يا زينب. استاذ مثال على الفاصل بالجار والمجرور، قول احد الشعراء: وقال نبي المسلمين تقدموا واحبب الينا ان تكون المقدمه. احبب الينا هنا جار ومجرور والفاصل. نعم، احبب الينا ان تكون المقدمة. ما تقدير الكلام؟ شوف الشاهد الآن، اقرأ الشاهد. الشاهد الهامش الشاهد قوله إلينا حيث فصل به بين فعل التعجب الذي هو أحبب وفاعله الذي هو المصدر المنسبك من الحرف المصدري ومعمول. وهذا الآن أعزز علي أبا اليقظان تقدير الكلام. أعزز أعزز أن أراك أبا اليقظان أو علي أبا اليقظان أعزز أن أراك. فإذن هذا أن لو أردنا أن نعرف نقول أن المصدر المنسبك من أن والفعل في محل ماذا؟ في محل ماذا؟ بما أنها صيغة أفعل فهي مجرورة. مجرورة ولكن هنا حذف حرف الجر. ما دام صار هنا مصدر حذف حرف الجر ويمكن أن يؤتى به. يمكن أن يؤتى به. فإذن الآن الشاهد ما هو؟ أعيدي. قوله إلينا حيث فصل به بين فعل التعجب الذي هو أحبب وفاعله الذي هو المصدر المنسبك من الحرف المصدري ومعموله. وهذا الفاصل جار ومجرور معمول لفعل التعجب، وذلك جائز في الأصح من مذاهب النحويين. طيب الآن بعد، هل جاء بالشاهد بالظرف؟ هل عندنا في الكتاب شاهد ظرفي أو ظرف؟ ما موجود عندنا شاهد على الظرف. المهم هذا يعني، وكذلك شاهد على النداء ايضا، مما يفصل بين الجار والمجرور ايضا النداء، عفوا بين فعل التعجب. نعم هنا شاهد بالضبط. ما هو؟ أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحول. فقد فصل بالظرف وهو قوله إذا حالت. إذا حالت يعني هذا ظرف يعني بأداة أخرى ليس من الأدوات المعروفة. إذا الظرف فيه إيه؟ إذا حالت. نعم طيب، ما بقي الآن من الدرس؟ ما بقي من درس التعجب؟ هل بقي شيء آخر؟ أبدا؟ الحادث ما ذكرناه. هنالك باب في اللغة يسمى الحذف، وهو باب واسع. كل اللغة تحتمل أحيانا باب الحذف، وإنما يحذف الإنسان لدلالة ما قبله عليه. والذي مر بنا من الشاهد القرآني: أسمع بهم وأبصر. فقد حذف الجار والمجرور لأبصر. أبصر حذف جار الجار والمجرور الخاص بها. وتقدير الكلام والله أعلم: أسمع بهم وأبصر بهم. أسمع بهم وأبصر يعني ما أشد سماعهم وما أشد أبصارهم. فإذا نقطة أخيرة، وهو أنه يجوز أن يحذف معمول فعل التعجب إذا دل عليه دليل. مثل من زينب؟ أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر. كان أصبر يعني ما كان أصبر أم عمرو على عمرو. الآن نأتي إلى الصيغة الأخيرة التي ما مررنا بها، وهي إذا كان التعجب يحمل رائحة، يشم منه رائحة الزمن الماضي. لأنه من أساليب التعجب عندنا إذا دخلت كان التي لا علاقة لها بالكان وأخواته، تقول: ما كان أشد علم زيد، أو ما كان أصبر القوم على طلب العلم. الآن هذه ما تعجبية،
أصبر فعل التعجب. هذه كان ما 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 حقيقتها؟ يقال كان زائدة، هكذا في إعرابها كان زائدة. إذا تذكرون أننا كان لها ستة أنواع، من أنواعها كان الزائدة التي تأتي بين ما التعجبية وفعل التعجب. فإذا وضعت كان، يعني أنت عندما تقول ما أعلم زيد، مرة تقول ما كان أعلم زيدا، ما أعلم زيدا، ما كان أعلم زيدا، ها لاحظوا ماذا يراد منه؟ أن هنالك فترة زمنية تريد أن تشير إليها، وهي فترة قد مضت. فإذا هذا من الأساليب نفسه، وهذا تدخل كان ما بين فعل التعجب والمتعجب منه.